أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الزمان الحشد يحمل الأمريكيين مسؤولية استهداف مقره وإدخال طائرات إسرائيلية إلى العراق. في العرب اللندنية الجيش الأمريكي الطلعات الجوية الطارئة لا تتطلب موافقة بغداد. في المدى إسرائيل وإيران تتبادلان الصمت بشأن ضربات تدمر مخازن الحشد في العراق. في البصائر الأمم المتحدة تقول إن 6.7 ملايين عراقي بحاجة إلى مساعدة دولية. في الهيئة نت قسم حقوق الإنسان يقول إن التأديب الجسدي والنفسي حالة عامة في السجون الحكومية. في العربي الجديد تركيا تعلن البدء بتطبيق خطة المنطقة الأمنة شمالية سوريا. وفي القدس العربي السودان يدخل المرحلة الانتقالية بعد أداء أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية. من العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال وفي مستهله سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على الحوادث المتكررة التي طالت مقرات لميليشيات الحشد في العراق وما يترافق معها من تسريبات وتلميحات صهيونية غامضة وغير صريحة عن وجود يد لتل أبيب في استهداف تلك المقرات. وكشفت الصحيفة في تقرير لها عن اتفاق أمريكي روسي يسمح للكيان الصهيوني باستهداف إيران في العراق شرط عدم إعلان مسؤولية الكيان عن هذه الضربات. الصحيفة ذكرت أنه تأكد قيام إسرائيل 3 مرات خلال الأسابيع الماضية بقصف مخازن سلاح وصواريخ إيرانية في العراق بفضل وجود تفاهم أمريكي روسي قضى بأولوية ضمان أمن إسرائيل وملاحقة إيران في العراق وسوريا على حد سواء، فيما نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن التفاهم قضى بألا تعلن تل أبيب رسمياً عن غاراتها لإعطاء المجال لضبط التوتر الإقليمي. وبيّنت الصحيفة أن رغبة تل أبيب باستهداف مواقع ومخازن صواريخ باليستية تابعة لطهران في العراق تعود إلى منتصف العام الماضي بالتزامن مع عشرات الغارات ضد قواعد إيرانية في سوريا. وأضافت الصحيفة أنه في 12 آب حصلت انفجارات غامضة في مستودع ذخيرة في معسكر الصقر التابع للحشد في جنوب بغداد، وذكرت مصادر احتمال حصول القصف من طائرات F-35. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر أمراً غير مسبوق بعدم السماح بمرور أي طائرات عبر الأجواء العراقية من دون تصريح شخصي منه، واعتبرت أنه لم يكن سهلاً تنفيذ الحظر الجوي بسبب غياب توفر منظومة صواريخ متطورة قادرة على اكتشاف F-35. وتضيف الصحيفة أن الكيان الصهيوني من جهته حافظ على الصمت باستثناء تسريبات صحفية وتقارير نشرت في موقع ديبكا الاستخباراتي، لكن نتنياهو خرج يوم الثلاثاء الماضي عن تقليد نهج الصمت إزاء القصف، إذ لمح أمس أن بلاده كانت وراء الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في العراق. الآن إلى مقال آخر، وفي مطلعه أيضا 4 تفجيرات في أقل من شهرين استهدفت معسكرات الحشد في العراق، أولها في 19 تموز شمال شرق بغداد، وآخرها الثلاثاء الماضي بالقرب من قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين. جويس كرم يقول في موقع الحرة إنه بعيدا عن نظريات المؤامرة وأوهام الحرائق التي شاءت أن تشتعل فقط في مخازن الحشد الشعبي، تبدو إسرائيل الطرف الأكثر منطقية للقيام بهذه الضربات التي هددت بها من قبل ولها القدرة على تنفيذها ولم تنفي القيام بها. دور إسرائيل المرجح في ضربات العراق لا يمكن أن يتم من دون علم واشنطن صاحبة الوجود العسكري في بلاد الرافدين، وهو لا يستبعد أن يكون قد تم بتنسيق استخباراتي بين جانبين هدفه
التأكيد لإيران أن مخازن الأسلحة حتى السرية منها لم تعد بمأمن في الداخل العراقي. الضربات المرجحة لإسرائيل تضع العراق في موقع حساس وحرج سياسيا وأمنيا، وتضعه في وسط الكماشة بين الولايات المتحدة وإيران. تدرك الحكومة العراقية صعوبة الموقف وتعرف من هي الجهات المسؤولة عن التفجيرات، وتدرك أيضا عجزها عن حماية أجوائها لردع إسرائيل وحماية حدودها لردع إيران. إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن نقل جميع مخازن الذخيرة التابعة للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة خارج المدن هو أكثر ما يمكن أن يقوم به اليوم. أما إلغاء التصاريح للرحلات الخاصة للطائرات العراقية والأجنبية، وهو ما يعني ضرورة موافقة رئيس الوزراء مسبقاً على الطلعات الجوية بما فيها التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، فهو أمر عاجز عن تطبيقه، والدليل هو استمرار التفجيرات والطلعات. الكاتب يرى أن الضربات التي استهدفت الحشد قد تصبح النمط الأمني الجديد لإسرائيل في العراق، فلا الحشد الشعبي بصدد نزع سلاحه، ولا الحكومة العراقية بصدد بسط سلطتها وسيادتها الدفاعية، ولا إيران بصدد وقف تصدير صواريخها وأسلحتها، ولا إسرائيل بصدد العودة إلى خلف حدودها. كل ذلك يدخل العراق في دوامة التصعيد بين تل أبيب وطهران، ويعيد بمزيد من الدخان الأسود في سماء بغداد وفوق مخازن أسلحة الميليشيا فيها. ما معنى أن يخرج علينا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ليقول إن الأسلحة التي انفجرت في قاعدة صقر وقاعدة بلد أمانة لدينا من دولة جارة؟ وما معنى أن يصرح أعضاء لجنة الأمن البرلمانية بأن التفجيرات تقف وراءها الطائرات الإسرائيلية دون أن نسمع تصريحاً لوزير الدفاع عن تلك الهجمات؟ علي حسين يقول في صحيفة المدى إنه منذ أسابيع والحرائق والتفجيرات تشتعل في مخازن للأسلحة، فيما الصمت هو الشعار الذي رفعته الجهات الأمنية في العراق. إن الدول في مثل هذه الحالات تصدر بيانات توضح للناس حقيقة ما جرى، وهل حقا أن الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع في العراق؟ وهل أصبحنا حقل تجارب لكل من يريد أن يجرب قوته في المنطقة؟ لعل السؤال الأهم لمن يتابع الوضع في العراق هو: هل ما يجري من حرائق وتفجيرات مقطوع الصلة بما يجري من مناوشات بين أمريكا وإيران؟ طبعاً لا أحد يمكن له أن يصادر حق إيران في أن تدافع عن مصالحها القومية وأن تلعب دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، ولكنني أسأل ساستنا الأفاضل، لماذا يرتضون أن يلعبوا دوماً دور التابع؟ العراقي يحتاج ليكون ساذجاً تماماً وربما فاقداً للذاكرة لأقصى درجة ليصدق الأسطوانة المشروخة التي يرددها البعض عن الأمن وحماية الحدود وتدخل دول الجوار. فالناس تدرك جيداً أن بعض السياسيين ساهموا ويساهمون في تقديم العراق على طبق من فضة إلى دول العالم كافة، ويدركون جيداً أن كثيراً من السياسيين لهم قدم في العراق وأخرى في إحدى دول الجوار، وأن البعض من الأحزاب السياسية ساهم في اختراق الأمن الوطني للعراق. الكاتب يرى أيضاً أن هناك من لا يريد للعراق أن يتغير، وهم الذين يصرون على تغييره هو الأدوار التي يلعبونها بين الحين والآخر، والنتيجة أننا نعيش في ظل علل الساسة ونوازعهما الطائفية. من يعرف على وجه الضبط لماذا يغيب العراق عن طاولة المحادثات ولكنه يحضر في ساحات القتال ومع الحرائق والتفجيرات التي تأتينا من كل حدب وصوب؟ مر العراق بمراحل مختلفة من الفساد بفعل تداعيات الحروب والحصار الاقتصادي، واستشرى بشكل بشع منذ دخل العراق حالة فوضى جماعية بعد غزو أمريكي عام 2003، وتحول الفساد من كونه خارج نطاق السيطرة إلى سيطرة لم تستخدمه الهيئات الحكومية في أداء مهامها، بل لتوفير الثروات الخيالية والمحسوبية للكتلة السياسية المسؤولة عنها.
الجميل سيار يرى في صحيفة العربية الجديد أن الفساد في العراق تحول من حلب البقرة إلى جوقات سياسية تأكل البقرة نفسها. أصبحت الوسائل التي حدث فيها الفساد أكثر تطوراً وابتكاراً، وكلما نخر الفساد مؤسسة زاد ضعفها وخورها. لقد خرج الفساد في العراق فعلاً عن نطاق السيطرة مع وجود ثلاث هيئات ووكالات منفصلة أسسها الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر، وقتئذ المجلس الأعلى للتدقيق ولجنة النزاهة العامة ونظام المفتش العام لكل وزارة، ولكنها لم تنفع جميعها في ظل غياب للقانون وأحكام الطوارئ وعدم إجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات سريعة واتخاذ قرارات إجرائية قوية ونافذة. وكانت خيبات الأمل الكبيرة في حملة مكافحة الفساد في العراق تتمثل بعدم وجود قضاء مستقل بل مسيس، فلم نشهد أي ملاحقات قضائية فيما يتعلق باللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي للبلاد. وإذا جرت تحقيقات مع متهمين أدينوا قضائياً بثبوت الأدلة، سرعان ما يفرج عنهم بعد أيام دون أي حساب أو تعهد ولا كتاب مع فشل المقاضاة الجنائية، وكأنهم جزء من مخطط منظم تقف على رأسه حيتان ضخمة من كبار المسؤولين الذين تعرفهم السفارة الأمريكية جيداً. ويدرك الأمريكيون مدى السخط العارم للشعب العراقي مما حصل ويحصل منذ أكثر من 15 سنة مضت. يختم سيار الجميل بقوله إن الفساد غدا مستشريا في كل مرافق الحياة التي تقوم على التزوير والصفقات الأخلاقية والعبثية والتهديدات وشراء الذمم، وكل الموبقات التي تمارسها الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. أخطر جريمة كانت ولم تزل من وجهة نظر سيار الجميل قال إنها تمارس تجاهل الرأي العام وعدم الالتفات إلى من يعارض وينتقد ويفضح هذا الفساد الذي يأكل العراق جهارا نهارا. إلى مقال آخر، تتكون السلطة الانتقالية السودانية من ثلاثة هياكل هي المجلس السيادي والحكومة والبرلمان الانتقالي، حيث تمارس المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية سلطات تنفيذية وتشريعية بدرجة تناسبية تقترب إلى حد ما من مفهوم التوازنات والضوابط الذي ينظم علاقات السلطة في الدستور الأمريكي مع الفارق في طبيعة الأجهزة الحاكمة في البلدين. فيصل عبدون يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن السلطة الانتقالية بهذا الشكل تمثل تجربة فريدة ونوعاً مختلطاً من أنواع الحكم اقتضته الظروف الاستثنائية الماثلة. نشأت هذه السلطة الفريدة في نوعها بموجب معاهدتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري اللتين توافق عليهما المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير. الاتفاق السياسي قضى بتشكيل مجلس للسيادة بديلاً للمجلس العسكري على أن تكون العضوية فيه مختلطة من المدنيين والعسكريين بواقع 5 أعضاء لكل طرف مع وجود عضو إضافي للترجيح في حال تعارضت الرؤى والقرارات فيما يخص السياسات العامة. بالنسبة للحكومة الانتقالية فقد حصر الإعلان السياسي تشكيلتها من الخبراء والتكنوقراط، وذلك على عكس الهيئة التشريعية الانتقالية التي أتاح الاتفاق للأحزاب السياسية الدفع بمرشحيها لشغل المقاعد، وحظي تحالف الحرية والتغيير بالنسبة الكبرى من مقاعد البرلمان الانتقالي، في حين أفسح الاتفاق المجال أمام الكيانات الأخرى للفوز بنسبة تمثيل معتبرة. لقد جرى التوصل إلى هذه التوليفة الفريدة من نوعها عبر عملية تكاملية من التفاوض الثنائي الشاق والمعقد والدعم والمساندة الإقليمية والدولية. وأبرزت جميع الأطراف التي انخرطت في هذه العملية قدراً كبيراً من الحكمة وقوة الإرادة والحرص على الأمن وتجنب الانفلات الأمني، وهي العوامل الرئيسة التي مكنت من وصول العملية إلى شواطئ الأمان وجنبت هذا البلد عواقب الوقوع في براثن الفوضى والمسارات الكارثية.
نتابع فيصل عبدون. إن هذه الهياكل الجديدة للسلطة التي تنطوي على بعض الجدة والغرابة تواجه تحديات كبرى يتطلب عبورها تحلي بذات الروح الوفاقية التي حتمت التقارب والاتفاق في أعقاب سقوط النظام السابق، كما تحتاج وبقدر مساو إلى دعم الأشقاء في المنطقتين العربية والإفريقية وإلى مساندة المجتمع الدولي. الآن وصلنا وإياكم إلى المقال الأخير، وفي مستهله: كيف تحولت العملية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية إلى مهزلة؟ عنوان مقال كتبه توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. قال فيه إن إلغاء رحلة نائبتين من الحزب الديمقراطي إلى إسرائيل كان مفيداً لسبب واحد، لأنه كشف عن الكيفية التي تحولت فيها عملية السلام إلى مهرجان مثير للشفقة والتفكير الخيالي وعمل درامي وإنكار للواقع، بالإضافة إلى جمع التبرعات السياسية والفساد السياسي الواضح. الكاتب يقول إن جارد كوشنر قضى 3 أعوام يعمل على خطة سلام لا يريد أن يريها لأحد، وإنجازه الوحيد هي الورشة الاقتصادية التي عقدها في البحرين ولم يحضرها لا الفلسطينيون أو الإسرائيليون. ويبدو أن كوشنر يؤمن بأن الحل يكمن من خلال الإسرائيليين والتمويل الخليجي كورقة نفوذ يتم من خلالها شراء الطموحات الفلسطينية للتنازل عن السيادة والدولة. ويضيف الكاتب أن كوشنر يستحق بعض الثناء لتفكيره حول ضرورة الاستثمارات في الضفة الغربية، لكنه وقع أسير التفكير السحري عندما جعل ملامح خطته الدبلوماسية تخدم كل الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع أن الخطة منحت الفلسطينيين نوعاً من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وأحياء في القدس، إلا أنها لا تخدم نتنياهو الذي يريد الحصول على صوت كل مستوطن للفوز مرة ثانية في الانتخابات. ويشك الكاتب في تصريحات ترامب من أنه سيفرج عن الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية، فالمساهمة الوحيدة لترامب فيها هو استغلالها من خلال التعبير عن دعمه لنتنياهو من أجل الحصول على تبرعات شيلدون إيدلسون وتصويت اليهود في فلوريدا. توماس فريدمان في نيويورك تايمز يعلق قائلاً إن كوشنر ليس لديه شركاء فلسطينيون لدعم خطته بنفس الطريقة التي ليس فيها للديمقراطيين شركاء لدعم حل الدولتين، وهم يتظاهرون بدعم نتنياهو للحل مع أنه تحرك علناً وبشكل تدريجي نحو ضم الضفة الغربية، بل وقامت إسرائيل وحلفاؤها في الكونغرس بعرقلة محاولة بعض الديمقراطيين والجمهوريين تمرير قرار خفيف ينص على ضرورة بقاء حل الدولتين على الطاولة. من زاوية المقالات لم اخترنا لكم من أخبار منوعة، والبداية بهذا الخبر. وفيه أظهر باحثون بريطانيون أن إعطاء أكثر من جرعتين من المضادات الحيوية للأطفال سنويا يزيد من مقاومة أجسادهم لعلاجات التهابات الجهاز التنفسي وبنسبة 30%. وقال موقع الخليج أونلاين إن دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للممارسة العامة بحثت في بيانات أكثر من 250 ألف طفل في سن ما قبل المدرسة في المملكة المتحدة. وقام فريق من الباحثين بتحليل معدل علاجات المضادات الحيوية الموصوفة للأطفال لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة التي تشمل السعال والتهاب الحلق وآلام الأذن. وأظهرت نتائجهم أنه من بين 114,329 طفلاً تلقوا علاجاً بالمضادات الحيوية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، أظهر أولئك الذين تناولوا أكثر من دورتين من المضادات الحيوية في العام السابق مقاومة أكبر للعلاج وأدخلوا بشكل متكرر إلى المستشفى. أكد استطلاع حديث أن الغفوة في منتصف اليوم تعمل على تحسين الإنتاجية، وأن تخصيص غرفة لها يمكن أن يسهم في تحسين سير العمل بحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية.
وأجرت شركة وكفيتا الرائدة في مجال حلول النوم عبر الإنترنت مسحاً استقصائياً بعنوان الحق في غفوات العمل، شارك فيه أكثر من 1500 شخص، وكشف عن أن 70% من الأشخاص ليست لديهم غرفة للغفوة في عملهم، في حين أكد 86% أن غرفة الغفوة تساعد بالتأكيد على تحسين الإنتاجية. وأوضحت الشركة أن مسحاً كشف أن 41% من المشاركين يعانون أنماط النوم غير المنتظم بسبب الإجهاد المرتبط بالعمل أو العمل في وقت متأخر من الليل، بينما يشعر 20% منهم بالنعاس طوال فترة الدوام، و 51% يشعرون بالنعاس غالبية ساعات عملهم. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا الصباح، دمتم بخير وإلى اللقاء.